مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية على صور الأقمار الصناعية نلاحظ وجود كميات قليلة من الغيوم في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، وأيضا بعض الغيوم المتفرقة في شمال الرياض وأيضا المناطق الشمالية. وقسم من الغيوم في المناطق الشمالية قد تؤدي إلى سقوط بعض الأمطار، إن هناك كتلة هوائية باردة تجتاح المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا العراق وسوريا، بالتالي تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار. درجات الحرارة المتوقعة، بنلاحظ أنه هناك كتلة هوائية حارة اللون الأحمر تؤثر على المناطق الجنوبية والوسطى، لكن اللون الأخضر هي كتلة هوائية باردة تقترب من الشمال وأثرت على شمال أو تؤثر على شمال المملكة العربية السعودية، وتدريجيا تقترب أيضا من العاصمة الرياض. إذا هناك انخفاض واضح بعد يوم غد الجمعة على المناطق الشمالية، وانخفاض واضح على درجات الحرارة بعد 24 ساعة قادمة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء ماء صافية في الرياض، وأيضا درجات الحرارة لطيفة لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، الصغرى بحدود 14 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الجمعة في الرياض الأجواء مشمسة وأيضا معتدلة بالنهار لكنها لطيفة بالليل وتميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 29 والصغرى 14 درجة مئوي. يوم السبت هناك نشاط للرياح السطحية، وبالتالي هناك إثارة للغبار والأتربة، أجواء مغبرة تقريبا في المناطق الشمالية والوسطى، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، العظمى يوم السبت في الرياض 20 والصغرى أيضا الأجواء باردة بتكون 8. إذن في فرق في درجات الحرارة ما بين يوم الجمعة والسبت والأحد، أن هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الرياض، وأيضا يوم الأحد أجواء مشمسة تخف شدة الغبار و يتحسن مدى الرؤية الأفقية تدريجيا بإذن الله، ولكن درجة الحرارة ما بين باردة نسبيا إلى لطيفة، العظمى 20 درجة مئوي، لكن أثناء الليل أجواء باردة ودرجة الحرارة الصغرى بحدود 9 درجات مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة أيضا المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، في إسكاكا العظمى 17 والصغرى 5، أجواء غائمة جزئيا، أيضا تبوك غائمة جزئيا العظمى 16 والصغرى 1، أجواء باردة، باردة نسبيا في النهار لكنها باردة بالليل، كذلك عرعر أجواء باردة نسبيا في النهار وغائمة جزئيا وباردة بالليل، العظمى بحدود 14 والصغرى 5 درجات مئوية. المناطق الغربية، منطقة المدينة المنورة وجدة ومكة، أجواء مشمسة تقريبا يتخللها ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية. المدينة الأجواء معتدلة في النهار، العظمى 24 درجة مئوي والصغرى أجواء باردة نسبيا خاصة بعد منتصف الليل، الصغرى 13. جدة أيضا أجواء مشمسة نهارا ومعتدلة أثناء النهار، لطيفة أثناء الليل، العظمى 27 والصغرى 18. مكة المكرمة الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، الأجواء تقريبا معتدلة من حيث درجة الحرارة في النهار، لطيفة بالليل، عظمى 28 والصغرى 17. الطائف أجواء غائمة جزئيا، العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية، أجواء غائمة جزئيا وأيضا أحيانا تميل إلى البرودة خاصة بعد المغرب وأثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر، أيضا هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر. الباحة العظمى 15 والصغرى 11، أبها العظمى 19 والصغرى 11 درجة، جازان العظمى 29 والصغرى 24 درجة مئوية.
المنطقة الشرقية، الدمام وحفر الباطن والإحساء، أجواء مشمسة يتخللها أحيانا ظهور بعض السحب، أجواء معتدلة بالليل لكنها لطيفة، عفوا أجواء معتدلة بالنهار لكنها لطيفة بالليل، تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى في الدمام 24 والصغرى 14، العظمى في حفر الباطن 22 ولكن الصغرى منخفضة 8 درجات مئوي، الإحساء العظمى 28 والصغرى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، أجواء مشمسة يوم غد الجمعة، في الرياض الأجواء معتدلة ومشمسة نهارا لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى 29 والصغرى 14، بريدة 21 العظمى والصغرى 7، أجواء باردة أثناء الليل، حائل أيضا أجواء باردة نسبيا في النهار لكنها باردة بالليل، أجواء راح تكون ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، والعظمى 15 والصغرى 4 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، ومن طقس العرب لكم تحية.